توفوا في الفاجعة الكبرى في زلزال الحوز. فلنقف جميعا يا رب العالم يوم الدين، إياك نعبد وإياك إن أنعمت عليهم عليهم والضالين آسفون وسلام على كل أعمال أو تظاهرة اجتماعية أو غيرها بإذنية عالية. إخوتي أخواني أرامل من المتقاعدات والمتقاعدين الأمن الوطني، أيها الحضور الكريم، حاضر إن شاء الله، يسعدني أن أرحب بكم وأشكركم جزيل الشكر لتلبيتكم الدعوة لمشاركتنا في هذا الجمع العام العادي الرابع للجمعية، بعدما كان لنا شرف استقبالكم في نفس هذه البناية المسلمات بالمنظر الجميل والذي ينطبق عليها فعلا هذا الاسم نظرا للمحيط الجميل والمريح الذي تحتضنه. وقد كان ذلك خلال السنة الماضية أثناء عقد المؤتمر الخامس والجمع العام العادي الثالث. فكما نعلم جميعا إن جمعية الصداقة للمتقاعدين الأمن الوطني بجميع مكوناتها تفتخر وتعتز بحرصها على تنظيم مؤتمرها الوطني السنوي وجمعها العام العادي في وقتهما احتراما وتطبيقا للقوانين الجاري بهما العمل بخصوص تأسيس الجمعيات، بغية منها في الحفاظ على الصورة التي اكتسبتها منذ نشأتها سنة 2013 والتي جعلتها تحتل مرتبا متميزا من بين صفوف الجمعيات الرائدة على المستوى الوطني، وذلك باعتراف من مؤسسات عمومية وخاصة. فقد تأتى هذا النجاح بفضل ما قمنا به جميعا، كل حسب إمكانيته المادية وموارده البشرية، من مجهودات حتى تحقيق عدد كبير من المنجزات التي سجل التاريخ بحسب لحساب الجمعية وفرعها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى تطوعنا ونضالنا ومدى ما نملكه من قدرات في الأفكار والبرامج والمخططات. فطموحنا ورغبتنا وهدفنا هو نشر البسمة وأثار الفرحة والبهجة على وجوه أراملنا ومسح الدمعة عن عيون يتامى وأبناء موظفي الأمن الوطني. فما منجزاتنا من الميدان في الميدان الاجتماعي التي يتم إحصاؤها كل سنة وتترجم على أرض الواقع إلا برهان قوي وجدي يضع الجمعية على السكة الصحيحة ويخولنا حق ركوب قطار التميز بكل المواصفات. وعلى ذكر كلمة الجد والجدية، يحيلني هذا على التذكير بشعار لقائنا هذا الذي هو عبارة عن مقتبس من الخطاب السامي لصاحب الجلالة سيد محمد بن صلى الله خلال عيد العرش المجيد لهذه السنة، والذي حتى فيه حفظه الله على الجدية في العمل والترفع عن الحسابات الضيقة. إن هذا الخطاب يجب علينا أن نعتني به ونعتدي به لما فيه من حكمة كبيرة. فعلا يجب علينا أن نبتسم بنكرة الذات لتجنب الحسابات الضيقة الشخصية وأن نتجاوزها لنتقدم إلى الأمام، جاعلين عنصر الصداقة هو السائد بيننا. كما قال أرسطو لأن الصداقة تساعد على نشر العلم بالمجتمع، وقال كذلك متى أحب الناس بعضهم البعض لن تعد حاجة إلى العدل، غير أن الناس مهما عدلوا لا غنى لهم عن الصداقة. وحتى أفلاطون
قد تحدث بطوله عن الصدقة، حيث قال إن الصدقة هي السبب في الزيادة في الإنتاج وفي إيجاد ملجأ للدعم إلى غير ذلك. ونجعل الصدقة عزيمتنا ونضعها وسط أعيننا نظرا لما لها من فوائد قوية. وبالرجوع إلى جمعنا العام هذا، أريد أن أشير أن اللجنة التحضيرية الموسعة التي عقدت جمعها يوم الأربعاء 8 من الشهر الجاري قد قامت بعمل جبار، بحيث تقمصت دور ما يسمى بصمام الأمان أي سوبورت سيكوريتي لتخفيف عبء الجمع العام وتجنبه بعد المناقشة الساخنة التي يمكن أن تحدث خلال أشغال الجمع العام. هكذا إذن في أجواء سابها الجيد وروح المسؤولية مرت أشغال هذه اللجنة وتوصلت إلى النتائج التي ستتطلعون عليها من خلال محضر هذه اللجنة الذي سيتلوه عليكم السيد عبد العاطي السراج النائب الأول والرئيس والمنسق العام للجمعية الأم. كما سيقرأ علينا السيد الكاتب العام السابق للمكتب الوطني التقرير الأدبي للجمعية الأم، والذي ستلاحظون من خلاله أن الأعمال والمنجزات الاجتماعية قد حافظت على مستواها، غير أن عدد الاجتماعات قد عرف انخفاضا قليلا بالنسبة للسنوات الماضية. هذا ولم أطلع عليكم إخواني وأخواتي، فباسم أعضاء المكتب الوطني وباسمي شخصيا أجدد لكم الشكر والترحاب وأعلن عن انتهاء الجمع العام المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن تلاوة التقرير الأدبي سيقرأه السيد الكاتب العام السيد محمد زيان الكاتب السابق لجمعية الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. التقرير الأدبي لسنة 2023. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة رؤساء الفروع أعضاء المجلس الوطني، السادة أعضاء المكتب الوطني، السادة ممثلي المجتمع المدني، السادة ممثلي السلطة المحلية والأمنية، السادة ممثلي الصحافة، يسعدني أن أقدم أمامكم التقرير الأدبي لسنة 2023 لجمعية الصداقة المتقاعدية الأمن الوطني التي تعقد جمعها العام العادي يومه الجمعة 10 نوفمبر 2023 بنادي المنبر الجميل التابع لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والمنطقية وأحوال وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمدينة الرباط. اسمحوا لي في البداية أن أذكر بأن الجمعية جمعية الصداقة هذه قد أسست بتاريخ 10 أكتوبر 2013 بمدينة الرباط، حيث مضى على تأسيسها إلى يومنا هذا 10 سنوات. نعم 10 سنوات كانت كلها عطاء وإنجازات كبيرة وأعمال نبيلة تخدم بالأساس مصلحة منخرطيها من أرامل ومتقاعدات ومتقاعدي الأمن الوطني، ننقل منها إجمالا وعلى سبيل المثال: تنظيم قوافل طبية، توقيع اتفاقيات مع مصحات وأطباء ومختبرات وصيادلة وجمعيات، توزيع الكراسي المتحركة، توزيع أدوات مدرسية، توزيع مساعدات مادية أو مواد غذائية رئيسية في شهر رمضان أو بمناسبة عيد الأضحى إلى غير ذلك من حفلات وسهرات منظمة لفائدة الأرامل وأطفالهم للترفيه وخلق أجواء تكون مناسبة تتاح فيها فرصة إحياء الرحم والترويح عن نفسه. وحتى لا أطيل عليكم سأشرع في إعطائكم بالتفاصيل التقييم الكامل لمنجزات جمعية الصداقة خلال هذه السنة أي سنة 2023. سأبدأها بالمناسبة المؤلمة والمفجعة التي تركت بصمة الحزن والأسف الشديدين في قلوبنا جميعا، ألا وهي مناسبة المشاركة القوية في تشييع جنازة المغفور له بإذن الله سيدي محمد مخيف تغمده الله بواسع رحمته، وذلك يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023. أولا النسبة
للأنشطة الاجتماعية 11 أبريل 2023، توزيع الحصة الأولى لقفة رمضان المشتملة على مواد غذائية أساسية وقد استفاد منها 35 أرملة ومتقاعدة. 14 أبريل 2023، توزيع الحصة الثانية من قفة رمضان وقد شملت هذه المرة 200 أرملة مستفيدة بمساهمة جمعية رباط الفتح بالتنمية المستدامة. 19 مايو 2023، مشاركة الجمعية بجميع فروعها في أيام الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة فاس من 17 إلى 21 مايو، وقد تم تسليم الجمعية الدرع الرمزي للدورة الرابعة من طرف والي الأمن السيد عبد الرحيم الواعي باسم السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني مما يعد مؤخرة للجمعية. 23 تسعود 2023، توزيع حقائب وأدوات مدرسية على 50 طفل وطفلة من عائلات أرامل ومتقاعدات الجمعية. 17 تسعود 2023، قامت الجمعية بجمع تبرعات من مختلف الأغطية والملابس والأحذية ومستلزمات أخرى سهرت على إرسالها لإخواننا المتضررين من آثار الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، وقد استعملت سيارة الإسعاف التي هي في ملك فرع الجمعية بمراكش من أجل نقل هذه التبرعات. ثانيا، بالنسبة للاجتماعات، عقدت الجمعية إلى حدود عقد هذا الجمع الآن ما مجموعه من الاجتماعات بمقر الجمعية وهي كالتالي: 23 يناير، هذه صواريخ ديال 2023، 23 يناير، 25 يناير، 26 يناير، 14 فبراير، فاتح مارس، 11 أبريل، 26 أبريل، 10 مايو، 16 مايو، 24 مايو، 3 شتنبر، 13 شتنبر، 5 نوفمبر، و 8 نوفمبر، أي ما مجموعه 14 اجتماع خلال سنة 2023. والسلام وشكرا على الكاتب العام السابق محمد زيان. بناء على الجلسة الخبرية الموسعة، المناقب بمقر الجمعية يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، وذلك في إطار تحضير الجمع العام العادي الرابع مقرر عقده يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، في إطار تحضير الجمع العام الرابع العادي لجمعية الصداقة المتقاعدة الأمن الوطني الذي سينعقد يوم الجمعة 11 نوفمبر 2023 بنادي المنبر الجديد وكان مشارع بنسينا بأبدان الرباط. عقدت اللجنة التحضيرية الموسعة للجمعية يوم 8 نوفمبر 2023 الساعة 4:30 زوالا لمقر الجمعية الكائن بشارع النور زنقة الأشجار يعقوب منصور الرباط اجتماعا موسعا حضره أغلبية أعضاء المكتب الوطني الذين وصل عددهم 16 عضو بالإضافة إلى عضوين اثنين تغيرا بعذر لكن أعرضا عن موافقتهما على جدول الأعمال وعلى كل القرارات التي سيتخذها أعضاء اللجنة، ويتعلق الأمر بالسيدين العزاوي محمد وصاحب فكري اللداني كان في سفر. وقد حضرت الاجتماع كذلك 32 منخرط ومنخرطة في الجمعية. بعد إمضاء ورقة حضور المرفقة الطبية، قام السيد الرئيس بتلاوة جدول أعمال اللجنة التحضيرية التي تضمن النقاط التالية: قراءة الفاتحة على أرواح متقاعد الأمن الوطني الذين وافقوا المالية وعلى أرواح ضحايا زلزال الحوض، تلاوة التقرير المالي والأدبي والمصادق عليهما، اتخاذ قرار في حق الأعضاء المخالفين للقانون الأساسي الجمعية بخصوص التغيبات المتكررة بدون عذر، تقديم استقالة جميع أعضاء المكتب بما فيهم الرئيس، فتح باب ترشيح لتكوين ترتيب المكتب الجديد، بدء عملية التصويت، فرز أصوات والإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب الوطني، الإعلان عن افتتاح اجتماع اللجنة التحضيرية حفل الشهيد. فبعد تلاوة جدول الأعمال والمصادقة عليه وقراءة الفاتحة على الرقم المذكور أبو محمد الحنيف عضو المكتب الوطني الذي
غادر معا إلى دار البقاء وبعد تلاوة التقرير الأدبي والمال ومصادق عليه النار تقرر إجماع اتخاذ قرار العزل من المكتب الوطني طبقا للنظام الداخلي للجمعية في حق كل من محمد كفان وعبد القادر أقلي نظر التريوات لهما ومتكررة عن الاجتماعات والاتفاق ثلاث مرات بدون عذر. طبقا لقانون تأسيس الجمعيات الجارية للعمل واحترام المقتضيات قدم جميع أعضاء المكتب الوطني السابق استقالته وعليه وبتوفر النصاب القانوني السادة أعضاء المكتب القديم 15 عضو وعضوة تم الترشيح والتصويت برفع اليد لاختيار أعضاء المكتب الجديد الذي انحصر في عدد 17 عضو وقد أعطاها تصويت النتائج التالية: الرئيس محمد خير، النائب الأول والمستشار العام عبد العاطي السراج، نائب المستشار العام السويدي من ميلود، نواب الرئيس هارون بن زكور محمد، فكري صالح، عزاوي محمد، هشام عبد الرحمن، سباعي مولى عبد الله، الكاتب العام وعيدات محمد، نائبته زهرة داوود، سعيدة بوجمع، أمين المال جناح إسماعيل، نائبي بوحاجة محمد، عزاوي محمد، المستشار هارون بني أحمد، زيان محمد، زوي محمد. بعد ذلك أخذ الكلمة السيد الرئيس ليشكر جميع أعضاء اللجنة التحضيرية على الثقة في أعضاء المكتب الجديد، كما أن السادة الأعضاء وحثهم على بذل كل ما في وسعهم لقيام الواجب الموقع على عاتقهم من أجل المصلحة العامة والرقي بالجمعية إلى المستوى الذي يليق بها. وانتهت أشغال اللجنة التحضيرية في نفس اليوم على الساعة الثانية مساء ليجتمع المكتب المنتخب في اليوم الموالي من أجل إتمام دراسة بعض النقاط الفنية والتقنية المتعلقة بالتطورات المذكورة وقرر بالرباط 8/11/2023. السلام عليكم ورحمة الله. متنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.